رغم التحديات الناتجة عن أزمة فيروس كورونا محليا وعالميا، نجحت مصر بشهادة مؤسسات المال الدولية في الحفاظ على ثبات الأداء الاقتصادي بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي. مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أكد تمكن ميزان المدفوعات المصري من تحقيق فائض كلي يصل إلى 1.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2020، مقارنة بفائض بلغ 410.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، مقابل عجز بنحو 9 مليارات دولار خلال النصف الثاني من العام المالي السابق 2019-2020. كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى 15.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2020، بمعدل زيادة بلغت نسبته 13.5% مقابل 13.7 مليار دولار في 2019، ما أسهم في الحد من تفاقم عجز الحساب الجاري بالإضافة إلى عوامل أخرى، منها تراجع العجز في الميزان التجاري البترولي وتراجع عجز ميزان دخل الاستثمار رغم استمرار حالة عدم اليقين الناجم عن أزمة فيروس كورونا. وكانت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني قد أكدت خلال الشهر الماضي تفوق أداء الاقتصاد المصري على عدد كبير من الاقتصاديات المصنفة من قبل الوكالة خلال العام الماضي، حيث ثبتت التصنيف طويل الأجل لقدرة مصر على سداد الديون بالعملة الأجنبية عند بلاس أي مع نظرة مستقبلية مستقرة. أوضحت الوكالة أن تصنيف مصر لاقى دعماً من سجل إصلاحاتها الاقتصادية والمالية في الآونة الأخيرة، إلى جانب التحسن الذي طرأ على فرص استقرار اقتصادها الكلية وتمويلات الخارجية. أتوقعت الوكالة أن تسجل مصر نمواً للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% بنهاية السنة المالية في يونيو 2021 بفضل المشروعات القومية العملاقة التي تقوم بها الدولة في كافة ربوعها. معنا اليوم مشرفنا الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي. مساء الخير يا فندم واهلا بحضرتك معانا. مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين، وكل سنة وحضرتك بخير. وحضرتك طيب دكتور السيد، الجائحة جائحة كورونا لسه مستمرة في بلدان كثيرة، اضطرت او ما زالت تفرض اجراءات اغلاق تام. الى اي مدى تأثر الاقتصاد العالمي بهذه الأزمة حتى الآن؟ هو طبعا في البداية يمكن أزمة كورونا أو جائحة كورونا بتختلف عن كل الأزمات السابقة. يمكن أزمة 2008 أو أزمة 97-98 كان هناك نوع أو استخدام نوع معين من السياسات الاقتصادية، سواء السياسة المالية أو السياسة النقدية. لكن أزمة كورونا أزمة مختلفة بشكل كبير جدا، لأن هي بتستهدف الإنسان، الإنسان اللي هو العنصر البشري بشكل كبير جدا، لأنه هو أهم عناصر الإنتاج. فبالتالي كان هناك يمكن حيرة في العالم بشكل كبير، كيف يتم التعامل مع أزمة كورونا، إزاي العالم هيقدر يستخدم سياسات. فما كانش في سياسة معينة العالم هيقدر يستخدمها لمواجهة أزمة كورونا، فكان هنا في مشكلة. فطبعا ده أثرت بشكل كبير جدا على كبرى الاقتصاديات في العالم، سواء الاقتصاد الأمريكي. يمكن الاقتصاد الأمريكي منذ ظهور أزمة كورونا في 2020 محقق معدل نمو سالب 7.9. فده يمكن من أهم الاقتصادات اللي أدت خسائر كبيرة جدا في العالم، وليها تأثيرات على اقتصادات أخرى طبعا كمان. مش بس أمريكا، لا، الاقتصاد الأوروبي كمان. الاقتصاد الأوروبي كان فيه انهيار بشكل كبير جدا، لأن كان فيه فترة من الفترات كان فيه إغلاق تام. فالإغلاق التام ده بيأثر بشكل كبير جدا على الاقتصاد، سواء من ناحية الصناعية أو من ناحية الزراعية، أو كمان يمكن في قطاعات تأثرت بشكل كبير جدا زي قطاع السياحة. يمكن قطاع السياحة ده من أهم القطاعات اللي في العالم، وكذلك التجارة العالمية. يمكن التجارة الدولية برضو كان فيها انهيار بشكل كبير جدا. فطبعا الأزمة دي هي مرهونة بشكل كبير بفكرة إنتاج لقاح. في حين تم إنتاج لقاح، فالأزمة إن شاء الله هنقدر نتداركها، ولكن عند الان انتج اكثر من لقاح. بس مش حاجه فعاله، يعني يمكن يمكن في خوف، فعاله في بمعنى مخاوف. ان هي تقلل الاعداد طبعا. عايز اقول لحضرتك، يمكن ازمه كورونا يمكن فقدنا اكثر من 1.5 مليون انسان على مستوى العالم. فزي ما قلت لحضرتك بتختلف، ما فيش فكر ازاي هنقدر نستخدم سياسه معينه من السياسات هنقدر نواجه بها الازمه. الازمه دي غريبه جدا، يمكن الصدمه دي احنا يمكن بنسميها
صدمة كبرى اهتزت العالم واجتاحت العالم بشكل كبير جدا. طب السياسات الاقتصادية والإجراءات المتبعة في الدول بشكل عام من بداية الأزمة لحد دلوقتي، هل أثرت إيجابا على معدلات النمو؟ شوفي حضرتك، هو احنا يمكن العالم مش قادر يحدد أي سياسة هيستخدمها، سواء السياسة المالية أو السياسة النقدية. السياسة المالية اللي هي يقدر يخفض المصرفات بتاعته والإنفاق والترشيد، أما السياسة النقدية في فكرة إصدار النقود، لو العالم هيقدر يصدر النقود من خلال البنوك المركزية في كل دولة فده هيؤدي إلى زيادة التضخم، وطبعا في تضخم بشكل كبير جدا، يمكن احنا عندنا تضخم في العالم بشكل كبير. لكن احنا يمكن مصر بقى بتختلف، يمكن احنا في مصر عندنا اختلاف بشكل كبير جدا. يمكن أزمة كورونا أنا شايف إن هي منحة ولكن فرصة للتقدم. يمكن احنا الفترة الأخيرة يمكن من 2014 ومصر لديها برنامج إصلاح اقتصادي متميز جدا، يمكن البرنامج ده استطاع أن يواجه أزمة كورونا بشكل احترافي. ايه عناصر الصمود اللي واجه بيها الاقتصاد المصري الأزمة؟ تمام، يمكن احنا في الفترة الأخيرة مع ظهور الأزمة في 2020 تحديدا في شهر مارس، يمكن مصر بدأت بفكرة الإغلاق، بس مش إغلاق بشكل كامل، إغلاق جزئي. الإغلاق الجزئي ده طبعا مع فكرة عجلة الإنتاج، إن احنا مش هنقدر نوقف عجلة الإنتاج بشكل كبير، لأن احنا عندنا استمرارية. يمكن فكرة الإغلاق الجزئي ده ساعد مصر بشكل كبير جدا في استمرار المشروعات. يمكن احنا في ظل أزمة كورونا ومع اجتياحها للعالم، يمكن مصر من الدول الوحيدة في العالم اللي هناك استمرارية في تنفيذ المشروعات الكبرى، مش بس المشروعات المتوسطة أو صغيرة الحجم، ولكن عندنا استمرار في تنفيذ المشروعات العملاقة. كذلك يمكن في ظل الأزمة، يمكن احنا كان عندنا إصدار بشكل كبير جدا في قطاعات معينة زي قطاع الإنتاج الزراعي. وقطاع الإنتاج الزراعي ده يمكن من أهم القطاعات اللي ازدهرت وزادت في الفترة الأخيرة، وده يرجع إلى قوة المشروعات اللي تمت في الفترة الأخيرة. زي عندنا مشروع كبير جدا زي مشروع الصوب الزراعية، عندنا مشروع إن شاء الله مستمر فيه مشروع مستقبل مصر، وده حقق إنتاج بشكل كبير جدا، وده كمان عمل وفرة كبيرة في السوق الداخلي. يعني المشروعات الكبرى كانت داعمة طبعا في مواجهة الآثار الاقتصادية للفيروس. طبعا طبعا. يمكن قطاع الإنتاج الزراعي لأن هو اللي بحاول المواطن إن هو يقدر يلمسه بشكل كبير، لأن في الأزمات طبعا بيبقى في عندنا الاحتكار السلع الغذائية ويبقى في خوف من المستقبل، فالمواطن بيبقى لديه فكرة الخوف بشكل كبير جدا من نقص السلع الغذائية بشكل كبير جدا وعدم توفرها وكمان ارتفاع أسعارها. يمكن ده لا احنا بقى ليه مردود بشكل كبير جدا في مصر، لدينا انتاج كبير من الانتاج الزراعي، بقى في انتعاش في السوق الداخلي، ثبات وانخفاض الأسعار لفترات طويلة، وده كمان أدى إلى يمكن زيادة التصدير. يمكن احنا من الفائض بقى في عندنا تصدير، احنا كنا بنصدر يوميا لا يقل عن 150 طن من المنتجات الزراعية إلى دول العالم، وده انعكس بشكل كبير جدا على ميزان المدفوعات. يمكن انا ده كان سؤالي، لانه البنك المركزي عنده مؤشرات بيقول فيه انه ميزان المدفوعات حقق فائض كلي بلغ حوالي 1.5 مليار دولار، وده بالمقارنة بعجز بلغ نحو 9 مليار دولار كان في خلال فترة النصف سنوية في عام اللي هي يناير ويونيو 2020 اللي كان فيها ذروة انتشار الموجة الأولى للجائحة. المؤشرات دي بتدل على إيه؟ تمام، هو طبعا ميزان المدفوعات هو عبارة عن الصادرات والواردات. النهاردة أنا الدولة المصرية لما عندي صادرات أعلى بشكل كبير جدا من الواردات فده بيؤدي إلى إيه؟ انخفاض العجز بشكل كبير، وده يمكن اللي حصل في مصر الفترة الأخيرة. زي ما قلت لحضرتك عندنا قطاع زي قطاع الزراعة ده كان من أهم القطاعات، انتعش جدا، انتعش بشكل كبير جدا. وكمان قطاع الإنتاج التعدين، يمكن احنا عندنا برضو الغاز الطبيعي والبترول، يمكن برضو حصل يعني يمكن وفرة كبيرة جدا في السوق المصري، وده كان يمكن الفترة الأخيرة كان عندنا اكتشافات كتيرة جدا في مجال الغاز الطبيعي والبترول، وإن شاء الله في المستقبل كمان عندنا ازدياد في الإنتاج البترول والغاز الطبيعي. ده كمان انعكس على زيادة الصادرات، كان ليه مردود بشكل كبير على انخفاض العجز في الميزان التجاري. كمان مش بس قطاع الإنتاج الزراعي، يمكن أنا عندنا كمان الصناعات. يمكن في أزمة كورونا
رغم اللي كان عندنا يمكن احنا يمكن مصر اتأثرت بها بشكل جزئي زي اي دولة في العالم. يمكن احنا في 2019 مصر كانت محققة معدل نمو 5.6 ولكن مع الأزمة احنا كنا متوقعين ان معدل النمو يزداد الى اكثر من 6%، ولكن مصر من اهم 3 دول في العالم محققين معدل نمو ايجابي. ده طبعا الى رغم الجائحة ورغم تأثيرها على اقتصادات العالم. يمكن الصين يمكن اول دولة في العالم استفادت بشكل كبير وحققت معدل نمو 2.6، مصر في المرتبة الثانية 2%، ويمكن مصر الاولى في الشرق الاوسط. كمان الحكومة كان عندنا برضو فكرة الدعم الكامل من البنك المركزي للصناعات بشكل كبير جدا. النهاردة كان في عندنا انخفاض نسبة الفايدة، كمان في تسهيلات بشكل كبير من البنك المركزي. يعني المرونة في السياسات المالية يعني ده كمان ساهم. فعلا هو البنك المركزي كان بيشوف التوقيت اللي احنا نقدر نشتغل فيه وايه السياسة اللي هنقدر نشتغل فيها في الفترة اللي فاتت، ومن خلال الفترة نقدر نطبق السياسة. فده انعكس بشكل كبير جدا وكان ليه مردود يمكن في جذب مزيد من الاستثمارات. كمان مش بس ان هو دعم القطاعات القويه او المشروعات العملاقه، او احنا بقى لدينا فكره ان المؤسسات الكبرى زي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات الكبيره ان هي بتشيد بقوه واداء الاقتصاد المصري. كمان بقى لدينا فكره من زياده الاستمراريه في تنفيذ المشروعات. بقى عندنا ثقة كبيرة جدا في الاقتصاد المصري، ثقة كمان في العامل المصري. العامل المصري مش بس هنقدر نشتغل في الاستثمار الداخلي، لا ده كمان هيبقى عندنا استثمارات عابرة الحدود. زي ان شاء الله الفترة الجاية هيبقى عندنا اعمار العراق، عندنا اعمار ليبيا، عندنا اكتشافات كبيرة جدا في البحر المتوسط خاصة في الاتفاقية الأخيرة في الغاز الطبيعي مع اليونان. فده هيساعد اولا هيبقى ليه مردود على التنمية الاقتصادية، وكمان هيزيد حصيلة الصادرات. تمام. كمان هيؤدي الى انخفاض، يعني يمكن احنا متوقعين بشكل كبير جدا انخفاض العجز في ميزان المدفوعات الفتره اللي جايه. كمان ليه مردود مش بس التنميه الاقتصاديه، لا احنا كمان عندنا تنميه اجتماعيه وده مهمه جدا. التنميه الاجتماعيه طبعا المشروعات دي وفرت فرص عمل كبيره جدا. يمكن رغم ان العالم يمكن في اكتر من 9 مليون فقد وظائفهم في العالم، لكن مصر اختلفت بشكل كبير جدا لانها عوضت بفرص العمل اللي في المشروعات. بالظبط يا فندم. لا كمان يمكن البنك المركزي كان ليه دور مع الحكومه في دعم القطاعات اللي اتاثرت بشكل كبير زي قطاع السياحه. كان في دعم كبير وده اثر كمان في تدفق راس مال اجنبي هو وتحويلات العاملين في الخارج في بدايه 2020، ولكن بعد تفادي الموجه الاولى الحمد لله بدا يبقى في سياحه تعوض الخسائر بشكل مؤقت، وان شاء الله الفتره اللي جايه تعوضها بشكل كبير جدا. فطبعا البنك المركزي والحكومه كان هدفنا الرئيسي ان احنا ما يبقاش عندنا فقدان للوظائف. لا في دعم لقطاع السياحه، عدم تسريح العماله بشكل كبير جدا، كمان البرامج الحمايه الاجتماعيه وده برضو كانت مهمه جدا. فكره البرنامج الاصلاح الاقتصادي ان احنا عندنا مبادرات كبيره جدا، والمبادرات دي مش بس هتبقى لها مردود على التنميه الاجتماعيه، ده كمان التنميه الاقتصاديه زي حياه كريمه وتطوير القرى والريف، كمان العماله المنتظمه. يمكن دول الخليج يمكن خفضت الرواتب بنسبه كبيره جدا، لكن مصر كانت بتدعم. يمكن احنا لعند الان ان احنا بنصرف اكتر من 3 مليون مستفيد من العماله الغير منتظمه من الحكومه. فلا كان احنا كان عندنا رؤيه بشكل كبير جدا، كان في حراك، يعني احنا بنقول حراك اقتصادي لمصر بشكل كبير، وده كان واكب التداعيات الاقتصاديه طبعًا اللي سببتها الجائحه. طيب القطاعات المنتظر ان هي تنمو واللي بتتمتع بميزه تنافسيه على مستوى دول الشرق الاوسط مثلا ودول افريقيا في المرحله القادمه، هو احنا ان شاء الله يمكن احنا برضو رغم الازمه وما استفدناش بشكل كبير جدا من الاستثمارات الكبرى. يمكن احنا عندنا مشروع عملاق لم يتم الاستفاده منه بشكل كامل، محور قناه السويس. يمكن محور قناه السويس ده اللي يمكن الدوله المصريه ما استفدناش منه بالشكل المطلوب، ولكن ان شاء الله الفتره الجايه هيبقى في منه استفاده بشكل كبير، لان هو هيبقى في عندنا مدن صناعيه بشكل كبير جدا، عندنا مدينه العاصمه الاداريه، ودي مدينه هتبقى حاجه الفتره الجايه هتبقى قيمه مضافه للاقتصاد المصري. تحولت من الصحراء الى مدينه عمرانيه، وفرت فرص عمل بشكل كبير جدا، خلت للارض الصحراويه قيمه مضافه، وكمان زياده سعر الارض الصحراويه.
كمان عندنا العالمين، عندنا مشروع مستقبل مصر اللي هيبقى في وادي النطرون، ده هيكون له إضافة في الاقتصاد المصري الفترة القادمة. إزاي الدولة وجهت برضو دعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتوازي مع المشروعات الكبرى؟ تمام، هو طبعا المشروعات الصغيرة والمتوسطة دي احنا بنسميها هي عصب الصناعات المصرية او عصب الصناعات بشكل كبير، فهي هتبقى صناعات تكميلية للصناعات الثقيلة، وده يمكن من خلال عندنا زي ما احنا قلنا قطاع الانتاج الزراعي بدأنا في مشروع الصوب الكبيرة بقى فيه صناعات تكميلية، كمان مشروع تنمية الريف ده هيبقى فيه برضو مشروعات صغيرة ومتوسطة تخدم كل قرية وعلى حسب كل انتاج كل قرية، فده هيساعد ايضا في توفير فرص عمل. كمان عندنا مشروع مستقبل مصر ده هيوفر فرص عمل للمرأة البدوية بشكل كبير، وهيكون هناك تدريب على الصناعات الحرفية والصناعات اليدوية. ازاي بيتم الترويج للمشروعات الكبرى كمان خارجيا لزيادة جذب الاستثمارات الخارجية في مصر؟ تمام، هو طبعا احنا عندنا يعني عنصرين مهمين جدا، اول حاجة دعم الحكومة. الحكومة يمكن الفترة السابقة كان عندنا مشكلة جدا في الروتين، فاحنا الحمد لله بدأنا يبقى في تطوير بشكل كبير جدا في قانون الاستثمار، في فكرة التعامل ازاي نقدر نوفر على المستثمر، في التعامل من خلال فكرة الشباك الواحد، بدأنا فكرة القضاء على البيروقراطية التي كانت تعيق الاستثمار، وكان في هناك هروب من المستثمرين في السابق، ولكن مع المنح والحوافز اللي قدمتها الحكومة المصرية ان شاء الله هيبقى في جذب مزيد من الاستثمارات الفتره القادمه. كمان بالنسبه للمنتج المصري، انا شايف ان المواطن المصري هو اداه للتسويق للمنتج المصري. يمكن احنا الفتره الاخيره بقى عندنا انتاج جيد، او مصر لما جت استخدمت سياسه مهمه جدا من سياسات سعر الصرف في 2016 وهي تخفيض سعر العمله او التعويم الجنيه بشكل كامل. عشان النهارده اقدر اعوم الجنيه او اخفضه لازم تبقى عندي حاجه مهمه جدا، لازم تبقى عندي صناعه قويه بشكل كبير جدا، لازم تبقى عندي أسعار تقدر تناسب جميع المستويات سواء على المستوى الداخلي في السوق الداخلي المصري أو المستوى الخارجي. ويمكن ده احنا لمسناه بشكل كبير في المنتجات المصرية، بقى عندنا جودة بشكل كبير خاصة في الانتاج الزراعي والصناعات وكمان الغاز الطبيعي. فالنهاردة المواطن بقى بحس بالفرق، بقى عنده منتج جيد بشكل مهم، كمان هو يقدر يسوق بقى سواء من عن طريق شبكة الانترنت أو في شركات لوجستية بتقدر تسوق للخارج مصر. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور السيد الخضر أو السيد خضر عفوا الخبير الاقتصادي، شرفتنا يا فندم. شكرا حضرتك يا فندم في هذه الحلقة من القاهرة. الشكر دائما موصول لحضراتكم لمتابعة حلقات من القاهرة. إلى اللقاء.